بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلبة، نتواصل معكم بدرس من دروس الرياضيات قسم التقنيات المدنية للمستوى الأول الفصل الدراسي الثاني، ومعكم تدريسي المادة أستاذ مساعد نعيم منخي عودة. نتناول اليوم درس من دروس الرياضيات، ودرس مهم جدا، ألا وهو التكامل (Integration). نتناول أولا التكامل غير المحدد (Indefinite Integral). تعريف: إذا كانت f small دالة معرفة على الفترة المغلقة أي b، وإذا وجدت دالة f capital حيث f capital مستمرة على الفترة المغلقة أي b وقابلة للاشتقاق على الفترة المفتوحة أي b، و f capital dash للx يساوي f small للاكس، فإن F capital تسمى العلاقة العكسية لتفاضل الدالة F small أو تكامل F small غير المحدود، ويرمز لذلك التكامل بالرمز F capital للاكس يساوي تكامل F small للاكس dx، وتقرأ F capital هو تكامل الدالة F small بالنسبة للمتغير x. النظرية الأساسية للتكامل مبرهنة: إذا كانت f small دالة مستمرة على الفترة المغلقة AB، فإنه توجد دالة f capital مستمرة على الفترة المغلقة AB، بحيث أن f dash f capital dash للx يساوي أن f للx لكل x تنتمي إلى الفترة المفتوحة AB، ويكون تكامل f small للx dx يساوي f capital للx زائدا c، حيث إن C ثابت اختياري يسمى ثابت التكامل. نتناول أولا تكامل الدوال الجبرية. قوانين تكامل الدوال الجبرية هي كالآتي: أولا، تكامل dx يساوي x زائد C، حيث إن C هو كونستانت ثابت. ثانيا، تكامل اي دي اكس يساوي ان اي اكس زائد سي، حيث ان الاي تنتمي الى ار، اي هو عدد طبيعي حقيقي. ثالثا، تكامل اكس للان دي اكس يساوي اكس للان زائد واحد على ان زائد واحد زائد سي، حيث ان الان لا تساوي سالب واحد. لاحظ هنا هذا القانون مهم جدا، وهو الفكرة الأساسية للتكامل، إنه أضف للأس مقدار واحد وقسم على الأس الجديد. رابعا، تكامل أي يعني نفس هذا القانون، بس كل ما هنالك إنه أكو معامل للأكس أس أن وهو أي، تكامل أي أكس للأس أن دي أكس، هنا ممكن أن أخرج الثابت أي خارج التكامل وأجري عملية التكامل للأكس أس أن كما في القانون رقم 3. خامسا، هذا القانون مهم جدا، هو تقريبا أهم قانون بالدوال الجبرية، هو قانون تكامل الدالة المركبة. تكامل قوس F للأكس أس أن في F داش للأكس دي أكس يساوي f للx أس n زائد واحد على n زائد واحد زائد c. خلني شوي نفسره، انه تكامل دالة او قوس او جذر. قوس مرفوع الى أس، الجذر هو اصله ايضا قوس مرفوع الى أس كسري. عندما اريد ان اكامل هذه الدالة الأسية المرفوعة للأس، يجب أن أوفر مشتقة داخل القوس اللي هي هذه F داش للأكس. إذا وفرتها الناتج راح يكون هو القوس مرفوع للأس N زائد واحد على N زائد واحد، وبالحالة راح تكون F داش للأكس هي مجرد عامل مساعد يساعد بعملية التكامل. سادسا، حقيقة هذا مو قانون وإنما صيغة، إنه تكامل حاصل جمع أو طرح عدة دوال بالمتغير x يساوي حاصل جمع أو طرح تكاملات تلك الدوال. يعني ممكن أن أوزع التكامل في حالة الجمع أو الطرح. أمثلة محلولة أوجد ما يأتي. أولا، تكامل x للأس 10 dx، هنا x
مثل القانون اللي قلنا عليه اكس اس ان، نضيف للاس واحد ونقسم على الاس الجديد، وراح يساوي لي 1 على 11 اكس اس 11 زائدا سي. ثانيا تكامل 1 على جذر اكس، الجذر اكس هنا ممكن ان ارفعه للبسط وحوله الى اس كسري، ويصير تكامل اكس اس سالب نص. السالب نص ممكن لانه احنا فقط انه لا يساوي الان لا يساوي سالب واحد، سالب نص راح اضيف للاس واحد واقسم على الاس الجديد، واللي راح يكون عندي اكس سالب نص زائد واحد على سالب نص زائد واحد، واللي يساوي زائد سي، واللي يساوي اكس اس نص على نص، والنص هذا يرفع للبسط راح يصير 2، وارجع الاكس اس نص الى وضعه الاصلي وهو جذر، راح يكون ناتج 2 جذر اكس زائد سي. ثالثا تكامل هذه مقدار جبري بحدين، ممكن ان اوزع التكامل عليها واطلع الاعداد خارج التكامل، راح تكون 3 تكامل اكس تكعيب زائد 2 تكامل اكس تربيع، طبعا دي اكس التكامل الاكس تكعيب هي اكس اس 4 على 4، راح تصير 3 على 4 اكس اس 4 زائد 2 على 3 اكس تكعيب زائد سي. 4 تكامل اكس تربيع، هذا نفس العمليه تماما، نفس العمليه راح نوزع التكامل وراح نستخرج الثلث اللي هي اكس على 3، اصلها 1 على 3 اكس، راح نستخرج الثلث خارج التكامل ونجري عمليات التكامل باضافه مقدار 1 للاس والقسمه على الاس الجذر. سادسا لاحظ هنا عندي قوس مرفوع الى اس، الاس من يصير اكثر من 3 صعوبة على الطالب انه نفتح هذا القوس الا باستخدام مبرهنة ذات الحدين او نظرية ذات الحدين، مفكوك ذات الحدين، فنستخدم قانون الدالة او القوس مرفوع الى اس بشرط ان نوفر مشتقة داخل القوس. مشتقة داخل القوس هي الدالة هي 4 اكس ناقص 7 مشتقتها 4، راح نضرب هذه في 4 ونقسم على 4 حتى تبقى الدالة متوازنة، راح تصير ربع تكامل 4 اكس ناقص 7 اس 5 في 4 دي اكس، وال4 دي اكس هذا هو مشتقة داخل القوس، راح يكون عامل مساعد راح يساعدنا بالتكامل ولا يظهر في نتيجة التكامل، وبالنتيجة راح يكون 1 على 24. هذه ال 24 منين اجت؟ لانه هذه الخمسة راح تزيد 1 ونقسم على الأس الجديد 6، راح تصير 1 على 4 في 1 على 6، 1 على 24 4 x ناقص 7 أس 6 زائدا سي. نأتي الآن إلى نوع آخر من الدوال اللي هو الدوال المثلثية، تكامل الدوال المثلثية. القوانين تكامل الساين x دي x يساوي سالب كوساين x زائدا سي، هذا يجب على الطالب أن يحفظه. تكامل الكوساين x يساوي ن ساين x زائد c، تكامل سيكان تربيع x dx يساوي tan x زائد c، تكامل tan x سيكان x dx يساوي سيكان x زائد c، وتكامل كوسيكان تربيع نفس هذا القانون بس مجرد نخلي سالب راح يساوي عندي سالب كوتان x زائد c، وتكامل كوتان x سيكان x هو عكس هذا قانون راح يكون سالب كوسيكان اكس زائد سي. لكن عندي ملاحظة مهمة جدا انه لاتمام عملية تكامل الدوال المثلثية بهذه القانون بهذه القوانين القوانين الاعتيادية يجب ان اوفر مشتقة الزاوية. هنا عندي زاوية اكس لربما تجيني دالة، لربما يجيني مقدار، لربما تجيني عدة حدود، يجب ان اوفر مشتقة الزاوية حتى أقدر أكامل الدوال المثلثي. أمثلة محلولة أوجد ناتج ما يأتي، تكامل ساين 3x ناقصا 5. لاحظ أنه هذه المقدار الجبري اللي بحدين هذا هو الزاوية. الزاوية شلون أعرفها أن هي زاوية أو حد آخر منفصل عن الدالة المثلثي؟ إذا كان قوس، إذا كان أكثر من حد يجب أنه توضع داخل قوسين، وإذا كانت حد واحد نلاحظ هي المقدار أو الحد الملاصق للدالة المثلثية. بما أنه هذا مقدار متكون من حدين بيناتهم علامة سالب، إذن هذه انحصرت بين قوسين، فهذه
المقدار هذا هو زاوية للنسبة المثلثية الساين. قلنا احنا لازم نوفر مشتقة الزاوية، مشتقة الزاوية ايش قد؟ 3. اذا راح نضرب في 3 داخل التكامل ونقسم على 3 خارج التكامل، وبهالحالة راح يكون تكامل الساين هو سالب كوساين الثلث هو خارج التكامل راح ينزل، والسالب هو نتيجة القانون كوساين لنفس الزاوية زائدا س. تكامل كوساين جذر اكس على جذر اكس دي اكس، هنا لاحظ انه الزاوية يجب أن أوفر مشتقتها، مشتقة الجذر X هو معروفة 1 على 2 جذر X، أنا عندي 1 على X، هذا الواحد موجود ضمنه والجذر X موجود بالمقام، إذا لازم أضرب خارج التكامل باثنين وداخل التكامل أقسم على 2، نعم خارج التكامل أضرب باثنين وداخل التكامل أقسم على 2، وصارت 1 على 2 جذر X هو مشتقة الزاوية جذر X، وبهالحالة راح يكون ناتج 2 ساين جذر X، هذه 2 اللي هي من خارج التكامل زائدا C. تكامل سيكان تربيع 4 X تربيع X دي X، لاحظ أنه سيكان تربيع عندي تكاملها مباشر اللي هو تان، بس مشتقة الزاوية هنا عندي راح تكون 8 اكس، الاكس انا ما اقدر اوفرها اذا منطيني اياها بالسؤال، راح فقط اضرب 8 داخل القوس داخل التكامل واقسم على 8 خارج التكامل، وتكامل السيكم تربيع هو تان والواحد على 8 لنفس الزاوية زائدا س. 4 تكامل كوتان 5 اكس كوسيكم 5 اكس دي اكس، لاحظ انه الزاويه مشتقه الزاويه يجب ان تكون هنا نفس الزاويه، مشتقتها هي 5، راح اضرب 5 داخل التكامل واقسم على 5 خارج التكامل، والنتيجه هو سالب 1 على 5 كوسيكان 5 اكس زائد س. ناتي ثالثا تكامل الدوال الاسيه او المثلثيه، العفو تكامل الدوال الاسيه واللوغاريتميه، تكامل الدوال الاسيه واللوغارتمية. قوانينها تكامل 1 على يو دي يو يساوي ن لن يو، لاحظ اذا تتذكرون بالدوال الجبرية قلنا انه يجب انه الاس لا يساوي 1، الاس لا يساوي عفوا سالب 1، ليش؟ لانه اذا ساوى سالب 1 راح يصير له قانون منفصل اللي هو هذا القانون، 1 على يو ممكن ان تكون يو اس سالب 1، هنا مسموح فقط بهذه الحالة فقط بشرط أن يكون الديو موجود بالبسط، هذه ممكن أن تقرأ تكامل 1 على يو ديو، وممكن تقرأ تكامل ديو على يو، يعني دالة بالبسط بالمقام ومشتقتها بالبسط راح تساوي لي لن المقام، دالة بالمقام ومشتقتها بالبسط تساوي لي لن المقام زائدا سي، حيث أن اليو هي دالة بالمتغير اكس. تكامل الاي اس يو، هذا الاي هو ثابت ينتمي الى مجموعه الاعداد الحقيقيه دي يو، يساوي ان الاي اس يو نفسها على لن الاساس، على لن الاساس او لن الاي زائد سي، حيث يكون الاي هو اكبر من صفر والاي لا يساوي 1، هذه الاي يجب انه لا يساوي 1. 3 اي اس يو دي يو، اي اس يو دي يو، هنا قبل كل شيء خلي اذكر ان نقطة ثانية انه الديو هي مشتقة الاس، الديو هي مشتقة الاس، يجب ان اوفر مشتقة الاس حتى اكامل، هنا بالاي اس يو الاكسبوننشال ايضا يجب ان اوفر مشتقة الاس حتى اقدر اكامل، مشتقة الاي اس يو ديو يساوي ان نفسها الاي اس يو زائد سي. ورابعا تكامل لوغارتم الاكس للاساس اي دي اكس يساوي عندي اكس لوغارتم اكس للاساس اي ناقصا اكس على لن الاي زائدا سي. وخامسا تكامل اللن اكس دي اكس يساوي ان اكس لن اكس ناقصا اكس زائدا سي. حقيقه هذين القانونين الاخيرين استخدامات انا لاحظت بالكتب والمصادر قليل جدا، لذلك طالب حاليا احنا في محاضرتنا هذه راح انطيهن الى فقط لل اطلع، فقط للاطلاع، فقط للاطلاع. أمثلة حول تكامل الدوال الأسية واللوغاريتمية، أولا تكامل، جد تكامل
x tan x dx. لاحظ هنا الطالب لربما يقول هذه تكامل دوال مثلثية. لا، tan x بالدوال المثلثية ما عندي قانون صريح للtan x، عندي للtan تربيع، عندي لtan سيكا عفوا. التان اكس ممكن ان احولها، التان اكس هي ساين اكس على كوساين اكس، صارت داله بالمقام ومشتقتها بالبسط، يو بالمقام والدي يو بالبسط. فقط ايش نحتاج؟ نحتاج سالب، لان مشتقه الكوساين سالب كوساين، اذا اضرب بالسالب خارج التكامل وسالب داخل التكامل حتى تتوازن. اذا الكوساين مشتقه سالب ساين موجوده، ويساوي سالب هذا السالب الخارج التكامل سالب لين كوساين اكس زائد سي. اللين من خصائص اللين انه السالب المعامل ممكن ان يكون اس او الاس يصير معامل. السالب لين هي اصلها سالب واحد في لين، وممكن ان اجيب السالب واحد واخليها اس للكوساين اكس، وكوساين اكس اس سالب واحد هي اصلها واحد على كوساين اللي هي سيكانت، وممكن ان تساوي لين سيكانت اكس زائد سي. ثانيا تكامل دي اكس على 2 اكس ناقص 3. لاحظ مشتقة المقام، مشتقة المقام موجودة بالبسط، ممكن 2 2 اضرب ب 2 داخل التكامل واقسم على 2 وتساوي لي عندي نصف في لين المقام، نصف في لين المقام زائد سي. ثلاثة تكامل الجذر التربيعي ل x أس 4 ناقص 5 x تربيع دي x. لاحظ هنا الفكرة شنو؟ راح استخرج ال x تربيع عامل مشترك، استخرجته بقى داخل القوس x تربيع ناقص 5. ال x تربيع ممكن أن أطلعها خارج الجذر، فراح تنجذر وتصير x، فشو تصير x، وهذا القوس ظل x تربيع ناقص 5 تحت الجذر، ممكن أن أرفعه إلى أس كسري وهو نص، صارت عندي دالة أو قوس مرفوع إلى أس. شنو مشتقة داخل القوس؟ 2x، الأكس موجودة هذه عندي، فقط أضربها ب2 وأقسم على 2 حتى تتوازن المعادلة، وراح شو تساوي عندي؟ هذا صار عندي عامل مساعد اللي هو مشتقة داخل القوس، راح يساعد بالتكامل ولا يظهر بنتيجة التكامل، وتساوي لي نص في المقدار مرفوع للأس 3 على 2 على 3 على 2، وراح 2 نقلبها، 2 تختصر ويا 2 راح تساوي 1 على 3 في جذر، أرجع هذا المقدار إلى بالبسط إلى الجذر، تحت الجذر التربيعي x تربيع ناقص 5 الكل أس تكعيب زائدا سي. تكامل عندي 4 اي اس 8 اكس، اي اس يو، يو هنا الاس، دي يو وينها؟ الدي يو هي 8، اذا راح اضرب ب 8 داخل التكامل واقسم على 8 خارج التكامل واستخدم القانون، راح يساوي لي اي اس يو على لن الاي، اي اس 8 اكس على لن الاي زائدا سي. خامسا تكامل اي اس جذر اكس على جذر اكس، والجذر اكس قلنا مشتقته هي 1 على 2 جذر اكس، الجذر اكس موجود، راح اقسم على 2 هنا ما اضرب، اقسم على 2 داخل التكامل واضرب ب 2 خارج التكامل، وهذا صار هو مشتقه الاس عامل مساعد، وتساوي 2 اي اس اكس زائد سي. سادسا تكامل اي اس 1 على اكس تربيع على اكس تكعيب. لاحظ هنا الاي اس 1 على اكس تربيع مشتقتها 1 على اي 1 على اكس تربيع مشتقتها سالب 2 على اكس تكعيب. انا على اكس تكعيب موجود عندي، اذا اضرب بسالب 2 داخل التكامل واقسم على سالب 2 خارج التكامل، وفي الحاله صار عندي هذا عامل مساعد اللي هو مشتقه الاس، راح يساعدني بالتكامل ويظهر ولا يظهر في نتيجه التكامل، وبالنتيجه راح يكون سالب 1 على 2 في اي اس 1 على اكس تربيع زائد سي. وبهذا نكون قد انهينا محاضرتنا لهذا اليوم. شكرا لاصغائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.